جيت كنطلب من المحسنين يعاونوني في كاليفورنيا كلها، كندوق الناس على البيبان باش يعاونوني على ولدي مريض مرض نفساني إيهاب الكود. صحيح بخير كيقرا إعدادي، تامنة إعدادي تطاح مرض لي مرض نفساني. لا مشاكل عائلي، مشاكل عائلية هي اللي دات بي هاد الشيء. كنطالب المحسنين في هاد الشهر المبارك عاونوني نقدو ليا ولدي. ولدي عنده ورقه مشدهم في يديا، كان عاجف الدواء ديالو مزيان كيتحسن، ولكن قطع ليا الدواء ما بقاش عندي باش نعالج ولا والو. انا كنطالب كل المحسنين عاونوني كيتحسن ولدي. بغيت نعسو باش يبقى يتعالج، بغيت ينعس يبقى يتعالج حتى يقطع الدواء بصفه نهائيه. قول لي الطبيب ما بقاش كيشرب دواء يتعافى. واحد النهار فق هو ما كينعس ليل لا نهار، كنبقى انا فايقه كان حاضيه ناض، كان يطيح لي من السطح مع 10 الصباح مرات، ولا كان عاتق فيه مره الاخرى مستحيل باش عتقته. وعيطت للبوليس وداك الشيء، وانا باقي حد الان باقي الدري ما تعالجش. كيهرب لي عاوتاني الزنقه، كينقز كيهرب كيخرج لي على الدار البيضاء، كيجيبوه لي الناس، كيهرب كيمشي لي الخلا، كنبقى تابعه ما كنعس لي ليل نهار. انا وداك الدري معذبين بزاف، الله يجازيكم بخير. كان غيشرب لي السم، شرى لي من الحانوت كنت معاه، قال لي بغى يشري بيمو، وجاب الله انا تبعته شرى هذاك الساشيات ديال السم بغى يشربهم، وعاونوني مالين الحوانت باش حيدنا عليه وطلعته للدار. ما كان نعس ليل نهار، شحال من مره كيبغيش نقراس وبتريكو، كنبقى فايقه 24 ساعه على 24 ساعه، ما كاينش اللي يعاونني فيه لا في الدار لا ماديا ولا معنويا، وانا متكرفسه بزاف. الله يرحم والديكم، الله يجازيكم بخير، تعاونوا معايا في هذا الشهر المبارك. ما كيتبدل ما كيلبس ما حتى شي حاجه، الدري فاقد عقل، انا مابقيتش نقدر عليه، خاصو شي راجل اللي يتعاون لي معايا. وديك هي بنتي جهد وقدر اكثر من جهدي، انا مابقيتش القوه اللي كانت عندي مشات، ضاعت مده 3 سنين. هاد النداء ديالي المحسنين يشوفوا حالتي، هذاك الوليد حسبوا ولدهم، بغيتو يتعالج ورجع كيف كان. انا كنسكن بنتي في سيدي معروف ولاد حدو. وخرجي لي الشبكه تاع الراس، باقي ما درت لي حتى شي حاجه، حبست الغالب الله، ما كيشرب لا دواء لا حتى حاجه. كنطلب من المحسنين يعاونوني باش ينعس ويتعالج. الله يرحم الوالدين.